خلينا نروح لألمانيا مع الناقد الرياضي هاني دانيال الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. مساء الخير. مساء النور، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني الخبر ده برضو قول لنا، يعني فكرة انتقال صلاح إلى مانشستر سيتي، هل هي يعني كواليس إشاعات ولا مجرد عرض لسه؟ لا، هو الفكرة كلها يعني دي 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 اخبار متناثره من المواقع بتاعتها، انما مش مؤكده. يعني انا ذات نفسي مش ما اقتنعتش بحاجه زي كده، لاني في الوقت اللي زي ده الميركاتو بيبقى فيه تسريبات من وكلاء لاعبين، من صحفيين، فالحاجات ما بتبقاش مؤكده. والفكره كلها برضو اللي عمل ضجه في الموضوع ان عقد محمد صلاح يعتبر من اللي بيسموه عقد مفاوضات ماراثونيه، بقالهم اكتر من، احنا داخلين على تقريبا سنتين في الموضوع ده. صحيح. لاني بس الفكره كلها ان في ملاحظات طبعا على وكيل محمد صلاح، بس طبعا كل واحد حر في التعامل مع الشخصيات اللي بيرتاح لها يعني. لكن في ملاحظات من اداره ليفربول على وكيل اعمال محمد صلاح في ان هو بيستخدم السوشيال ميديا في عمليه الضغط، خاصه ان الاداره هناك بتحب نوع من السريه على المفاوضات، وبيعتبروا ان مثلا وكيل اللاعبين خوارخ مندرز البرتغالي ده يعتبر وكيل اللاعبين المفضل ليهم، بيخلص لهم صفقات في سريه وبسرعه، وكان اخرهم جوتا. ايوه، فهم بيحبوا السريه. طيب انا علشان برضو الناس بتتكلم كتير في موضوع مانشستر سيتي، خلينا نقول من جانب مانشستر سيتي، لو احنا من زاويه مانشستر سيتي، هل ممكن يبقى شايف انه يقدر ياخد صلاح بعد ما هو خد اولاند؟ يعني هل ده ممكن يبقى موجود، ولا هي مجرد تكهنات وإشاعات وأخبار بس علشان تعلي موقف محمد صلاح في ليفربول؟ ما هو الفكره كلها ان يعني كان مثلا الاشهر اللي فاتت كان في كلام حوالين انتقال محمد صلاح للدوري الاسباني لو فشلت عمليه العقد، فيا دوب بس امبارح فقالوا لا خلاص، هو هي تسريبات ان هو هيكمل في الدوري الانجليزي لكن ينتقل لفريق منافس، ففريق منافس ما فيش غير السيتي، يونايتد او تشيلسي او كده. هل ممكن يرجع لنادي تشيلسي اللي هو كان جاي في الدوري الانجليزي اصلا لما كان جاي من بازل، انتقل لتشيلسي في الاول وبعدين راح إعارة للدوري الإيطالي، فهو ممكن يرجع تشيلسي مش لازم مانشستر سيتي. لأن برضو مانشستر سيتي يعني هو الخبر اتاخد من ايه؟ الناس بقى بده ان هو قالوا ان هيروح فريق منافس، ففريق منافس الناس وجهت الانظار للسيتي، طب ممكن يروح تشيلسي باعتبار ان هو النادي اللي جه فيه الاول يعني. صحيح. لان هو برضو محمد صلاح اذكى من ان هو يدخل في عداوات مع الجماهير، يعني هو برضو كان موجود في تشيلسي سابهم وده حاليا في ليفربول، فمش معقول هيخسر جمهور تشيلسي ويخسر جمهور ليفربول عشان يروح السيتي. فبرضو في حسابات هو اكيد ذكي بيبص لها بالشكل ده، يعني هي مجرد تسريبات، انما ما حدش يتكلم على السيتي صراحه. النقطه الثانيه ان صفقه هالاند كانت صفقه خرافيه وقيمه سوقيه كبيره، ويعتبر دلوقتي هيبقى من اعلى المرتبات، فالسيتي في كيفن دي بروين وفي هالاند، في اسماء كبيره يعني الفلوس كلها محطوطه في سيتي يعني زي ما بيقولوا. السيتي رغم ان هو خد الدوري الانجليزي، لكن كان في اجتماع مؤخرا للمجلس الاداره وخدوا قرار ان هم يصرفوا مزيد من النفقات في صفقات جديده، وان هم مش هيكتفوا بهالاند، هم عايزين يدخلوا بتقلهم عشان ينافسوا مش فقط الدوري الانجليزي طموحهم فقط، لا دوري الابطال، فهم عندهم استعداد ان هم يصرفوا، مفيش مشكله. بس هل بقى سقف الرواتب هيقدروا يعني يبقى نوع من الموائمه في ان هم يبقى عندهم كل النجوم دي كلها بسقف الرواتب دي؟ النقطه الثانيه المشروع، يعني مثلا زمان كان محمد صلاح لما كان لسه في المقاولين كان جاله عرض من نيوكاسل وما راحش، فممكن طبعا مع نيوكاسل المشروع بتاعه بعد صندوق الاستثمار السعودي، فممكن طبعا يكون طبعا نيوكاسل دلوقتي بيجدد نفسه وبيعمل حاجات مختلفه. بالظبط، فممكن السنه الجايه نلاقي نيوكاسل بشكل مختلف، فمحمد صلاح ممكن يقتنع بمشروعه. فاقصد هو اعتقد حاجه كمان، يعني انه محمد صلاح مش هيضحي بليفربول والجمهور الكبير بتاعه الا لو كانت المحطه اللي بعدها افضل، يعني افضل بحسبه محمد صلاح يعني طول الوقت، يعني اكيد هو هيفكر مش هيخسر الجمهور ابدا. بالظبط.
طيب ليها حسابات كتيره، يعني مثلا واحد زي ساديو ماني ساب، خد قرار مفاجئ ان هو يسيب ليفربول، لان هو شايف نفسه، مش نجم الجماهير في ليفربول، هو مجرد نجم من ضمن النجوم، لكن هو ليس النجم الاوحد. صحيح. لكن مثلا محمد صلاح اسطوره، فبالتالي مش بسهوله يعني يفرط في ان هو يبقى اسطوره، لان كمان صلاح لو قعد سنتين فقط في ليفربول هيقدر يكسر ارقام اساطير قعدوا ارقام بقى لها 60 سنه مثلا ما اتكسرتش. صحيح انا بتفق معاك طبعا، هو ماني طبعا انه يعني يروح باير يعني بالنسبه له شايف انه يمكن هو ده التوقيت الصح انه ينتقل لباير ميونخ. طيب ختاما بالنسبه للفيلم اللي هيبقى موجود على منصه الفيفا الخاص بمحمد صلاح، ده كان الفيفا كان عامل منصة رقمية من قيمة شهر أو شهرين بيحاول يعرض عليها فيديوهات وبرامج وعندهم خطة مستقبلية إن هم ممكن يذيعوا عليها ماتشات، بس لسه الموضوع ده ما اتحسمش لأن طبعا في حاجة اسمها حقوق البث، لكن كل نادي كل بيحاول يدور على أو كل مؤسسة بتحاول تدور على منصات لزيادة الدخل ليها، فبالتالي المستقبل دلوقتي للمنصات الرقمية، فالفيفا عمل حاجة اسمها فيفا بلس، فابتدي تعمل حاجات فيديوهات وبرامج. من ضمن الحاجات اللي عرفناها النهارده ان هم عاملين فيلم عن محمد صلاح مسمينه جلوبال ايكون، محمد مو الايقونه، ايقونه عالميه مو جلوبال ايكون، فده هيذيعوه في شهر يونيو وحطوه في ضمن البرامج بتاعتهم، وحتى واخدين صوره الغلاف من مقهى في وسط البلد بالقاهره اللي هي الجداريه اللي كانت معموله وعدد كبير الناس بيروحوها يعني، فاعتقد يبقى فيلم لطيف وتوثيقي اكيد يلقي الضوء على واكيد الفيلم ده لو هيبقى على المنصه هيبقى عليه فولورز ومشاهدات عاليه جدا لوجود محمد صلاح عليه. الناقد الرياضي هاني دانيال الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الاوروبي لكره القدم، انا بشكرك شكرا جزيلا، كان معنا من المانيا.